مرحبا بكم في قناة موثوقة التعليمية. انطلقت عملية نتائج شهادة المراسلة لدورة 2020-2021 عبر ولايات محددة فقط، لأن العملية الكاملة ستنطلق غدا يوم الخميس 15 جويلية 2021. كما تلاحظون بالنسبة للولايات التي تستطيع استخراج النتيجة منها: السعيدة، قسنطينة، أضرار، بشار، تيارت، بسة، بجاية، سوق هراس، كيكدا، الجزائر. أما بالنسبة ليوم الخميس: شلف، الأغواط، بسكرة، تلمسان، تيزي وزو، جلفة، سطيف، عنابة، لمدية، مستغانم، ورقلة، وهران الوادي، عين الدفلة. كما تلاحظون يقول لك قم بالدخول إلى هذا الرابط، سأترك لكم الرابط المباشر أسفل صندوق الوصف. هذا هو الرابط يظهر أمامكم. هنا نقوم بكتابة الأرقام كالتالي: هذا الاستدعاء الخاص بي في المراسلة، يوجد لديه هنا حوالي 11 رقم، الرقمان الأولان يمثلان الولاية، الأربع الأرقام الأخرى التي تليها تمثل العام الذي قمت بالتسجيل فيه في المراسلة، أما باقي الخمسة الأرقام نقوم بكتابتها في الخانة الأخيرة وهي رقم التسجيل. نقوم هنا باختيار الولاية 25 وهي قسنطينة، نقوم بالذهاب إلى الخانة الثانية، نقوم بكتابة 2019 كما هي مكتوبة في الاستدعاء الخاص بي. أما بالنسبة للأرقام الأخيرة نقوم بكتابتها هنا 00123. هنا نقوم بكتابة تاريخ الميلاد. بعد اختيار تاريخ الميلاد الخاص بنا نتجه هنا إلى القسم، نقوم بكتابة العام الدراسي الذي قمنا باجتيازه في المراسلة، ثم ننتقل إلى خانة الحروف، نقوم بكتابة هذه الحروف، ثم نضغط على استعراض لتظهر لي النتيجة. ألف مبروك بالنسبة للمتفوق أو الناجح في شهادة المراسلة، نتمنى حظ موفق للراسبين في الدورات القادمة. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، وسنوافيكم بفيديو تعليمي بالنسبة ليوم الغد لباقي الولايات. شكرا لكم على المشاهدة.